بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة نتكلم على الفلفل الأسود، وهنعرف أسباب عدم المقدرة على زراعته في الوطن العربي وإيه هي الأسرار بتاعته. طبعا أنا جبت لكم طبق فلفل أسود بيتباع في بعض المحلات في منطقة الخليج العربي بالمنظر ده، عبارة عن العنقود بتاعه بيكون لونه أخضر وبعد كده بيتحول للون الأسود عادي. نتكلم بقى عن النبات ونقول ان النبات من المتسلقات، يعني زي موضوع العنب. النبات بيوصل طوله ل 10 متر تقريبا، ولما بيكوا بيربوه على نوع من انواع الاستنت او التكعيبات زي بالشكل ده، بحيث ان النبات طبعا التكعيبه دي مثلا بيبقى في طول الانسان ويقعد يلف عليها الساق بتاعت النبات ويربيها ويطلع منها العنقود اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو بالمنظر ده اهو، اللي هو ده هنا، تمام بالشكل ده. دي ورقة النبات برضو عشان تبقوا عارفين منظره. يبقى النبات متسلق بيتكاثر بيه البذرة الناضجة والعقلة، والاشهر والاكثر معرفة في العالم اللي هو الزراعة عن طريق العقلة، بيكون اسهل وافضل بكتير. طيب النبات بيديني، لو انا زرعته بالعقله بيديني الثمار بتاعته بعد 3 سنين من اخذ العقله، ولو انا هزرعه بالبذره بيديني بعد 7 ل 9 سنين الثمار بتاعته. يبقى ده الفرق بين العقله وبين البذره. العمر الافتراضي للنبات حوالي تقريبا 15 سنه، وبعد كده بنعمل له اعاده زراعه من اول وجديد. يبقى دي برضو معلومات لازم نكون عارفينها. حاجة تانية، ان النبات ده من النباتات الموطن بتاعها الهند، وبينمو في منطقة معينة من العالم، اللي هو مثلا نقول خط الاستواء اهو، فهو بينمو ما بين خطوط العرض، خط الاستواء نقول 0 لخط العرض 20 شمال، ومن 0 ل 20 خط العرض من تحت، يعني من فوق وتحت خط الاستواء لغايه خط عرض 20. ليه؟ ان المنطقه دي بيكون فيها دفء، فيها رطوبه، فيها الظروف المناخيه اللي بيحبها النبات. ليه؟ النبات موجود في الغابات الاستوائيه فدايما بيحب الدفء بتاعه. في نقطة بقى مهمة جدا، إن النبات بينمو في أحسن درجة حرارة من 25 ل 30 درجة مئوية، ممكن يوصل لغاية 40 ويتحمله، بس هيحصل مشاكل في النبات من حروق وبعض الأضرار. عند درجة حرارة 41 بينتهي النبات ويموت. طب النبات لو وصل لدرجة الحرارة 15، أقل من 15 بدرجة عند 14 درجة مئوية، يبتدي يصيب بالأمراض الفطرية ويبتدي يموت النبات. يبقى النبات بياخد احسن نمو بتاعه من درجه حراره 25 لدرجه حراره 30. هل نقدر نوفرها في الوطن العربي؟ النقطه الثانيه، ان عايز رطوبه عاليه على مدار العام. النقطه الثالثه، ان هو التربه بتاعته بقى فيها نقطه مهمه وغريبه احنا لاحظناها، ان النبات عايز سمات عضو كتير، ان هو مزروع في غابات، فالغابات فيها ماده عضويه تحتيه، فعايز بقى ايه لما تبقى درجة الحرارة دافية، نقول مثلا من 25 ل 30، عايز سمات عضو كتير باستمرار، كل شهر نديله دفعة سمات عضو. ده ايه؟ خلي بالكوا احنا في خط الاستواء فوق وتحت، يعني مفيش حد يقول لي اصل الجو شتاء اصل ما نسميتش في الحر، لا، هو عايز سمات متواصل كل شهر عشان التربة بتاعته تكون التربة من الوسط الشبه حامضي للمتعادل. يعني ايه؟ يعني البي اتش بتاعها من 5.5 ل 7. ايه ده؟ يعني هو عايز سماد عضوي على طول، عايز مادة، عايز بي اتش شبه حامضي او متعادل، عايز الصرف بتاع التربة يكون كويس، يعني لما احط المية تنزل بسرعة لكن في مية حوالين النبات، سواء من الرطوبة الجوية أو على التربة. التربة ما يكونش فيه مية زي الرز، لا، يكون فيه رطوبة التربة متوفرة والجو متوفرة، إن لو حصل جفاف ولو لفترة صغيرة النبات يتأثر ويحصل له مشاكل كتير. يبقى دي الظروف المناخية بتاعته عرفناها. طيب نيجي في الوطن العربي، نلاقي في لغز كده، انا كواحد مصري
استغربت له. ليه؟ ان في عندنا في منطقة اسوان في جزيرة النباتات فيها فلفل اسود. الله، طب الحكومة المصرية ليه ما تدعمش الموضوع دوت وتنشره على مستوى مصر، او تشوف اللي موجود في جزيرة النباتات في اسوان نقدر نعممه في حتة تانية. هل ممكن نزرعه مثلا في حوالين النيل في منطقة اسوان؟ هل نقدر نزرعه حوالين بحيرة ناصر؟ طب هل نقدر نزرعه في منطقة السودان فيها الرطوبة وفيها الخصوبة وفيها الناس الطيبة كويسين اللي يقدروا يزرعوا لنا حاجات كويسة؟ نلاقي ان لغز محدش عارف يجاوبه عليه. نلاقي ان النبات معروف من ايام الفراعنة، والفراعنة رسموه على المعابد بتاعتهم. معنى كده ان النبات ده ينفع نزرعه في مصر، تمام، بس برضو في علامات استفهام احنا في ما نقدرش نتكلم عنها، ومش عايز حد يعلق ويعيب في اي حكومة. ان اللي بيعيب في الحكومة بيعيب في ذاته، ان احنا اللي اخترنا الناس دي واحنا منها، تمام. فبلاش ان احنا نعيب في الحكومات بتاعتنا، ونقول قدر الله ما شاء فعل وده قدرنا ودي نصيبنا فالحمد لله على كل شيء. لكن احنا بنتكلم في ناحية زراعية. الفلفل الاسود في كمان نقطة لازم أوضحها لكم قبل ما ندخل على التكاثر بتاعه. إن لقيت في بعض الخزعبلات وتمت وحصل نصب قدامي في معرض الزهور في حديقة الأورمان في الموسم بتاع 2018، إن كان في واحد راجل كبير في السن بيبيع نبات الزينة اللي اسمه شجر الفلفل بورق عريض على انه الفلفل الاسود، وكان بيبيع الشتلة ب25 جنيه، تمام. وساعتها الناس يعني اقول لك ايه، كان بيعرض شتلتين ثلاثة ولهم ده فلفل اسود، تقول له لا الفلفل الاسود مش كي شكله، لا 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 انت بس اشتريه وهتلاقيه عندك كبير وكويس وينبئ ويديلك ثمار بعد 3 سنين. اقول له لا، الفلفل الاسود نبات متسلق وليس شجرة، واللي انت بتعرضها دي اسمه فلفل شجرة زينة اسمها فلفل بورق عريض، اهي صورتها. شوفوا الفرق بين النبات ده والنبات ده، شايف الفرق؟ شايف الورقة هنا والورقة هنا؟ الورقة هنا رمحية ازاي وطويلة، وهنا الورقة كنزة وجامدة. شايف الحجم الثمرة، تمام، هنا وهنا، حجم الثمرة قريب من بعض لكن بيختلف. ده نبات زينة فلفل بورق عريض، اسمه شجر الفلفل بورق عريض، وده نبات الفلفل الاسود اللي بناخد منه التوابل بتاعتنا اللي العنقود بتاعها ده في فرق. حتى كمان شوف العنقود بتاع الفلفل الاسود شكله ايه، والثمار بتاعت الفلفل بورق عريض شكلها ايه. فالناس بتعمل نصب نتيجة عدم معرفتنا وعدم ثقافتنا. أنا نفسي أعرف حاجة، إحنا ليه يعني زمان لما كنا نيجي نقرأ في معلومة أو حاجة كنت لازم أروح المكتبة بتاعت كلية الزراعة جامعة عين شمس، وأروح المكتبة المركزية، وأروح المكتبة بتاعت الحي عشان أقعد أدور على كتاب نلاقي فيه منه، نقعد ندور في الصفحات بتاعته لغاية لما نلاقي سطر عشان نلاقي الإجابة بتاعتنا. دلوقتي أنت ممكن على جوجل تعمل بحث وتكتب. لما انا ذكرت الكلمه دي لقيت ناس كتيره هجمتني وقالت لي هو جوجل هو اللي يجيب لنا المعلومات؟ استفاد بالعلم المتوفر بالنسبه لك. فنرجع لمرجوعنا، ادي العنقود بتاع الفلفل الاسود بالمنظر ده. في بقى الهند والدول المصدره للفلفل الاسود بيعملوا حركه مهمه ومعامله، انا عشان اوصل للمعامله دي تعبت فعلا وعرفت ليه السر ان احنا مش قادرين ننبت فلفل اسود. والاكتر ما اثرني ان في فيديوهات على اليوتيوب لناس عرب جايبين فلفل اسود من التوابل وبيعملوا بطريقه معينه. اقول لك انا نبت فلفل اسود، لا يا استاذ، في حاجه لازم نكون واضحين فيها وهقولها لكم في حلقتنا النهارده. وانا اسف على الاطاله، لكن الاطاله فيها فايده، حتى لو انا الناس مش عاجبهم الاطاله فانا يهمني انا ان انا اطول في الحلقه. ايه هي؟ الفلفل الاسود الثمره العنقود لما بيكون اخضر وبنجمعه اخضر وبيتباع في المحلات وبينزل في الاسواق المجفف بياخدوه،
يغطسوه في ميه مغليه لمده 10 دقائق، ميه مغليه لمده قد ايه؟ 10 دقائق، ويطلعوه ويسيبوه على الارفف. في خلال ساعه بيتحول لونه للون الاسود او البني، وبعد كده ياخدوه يجففوه في الشمس لمده يومين ثلاثه، ويعبوه في الشكاير ويصدروه للدول العالم. يبقى هو ايه؟ جمعوه اخضر، سقطوه في الميه المغليه، ميه مغليه يعني درجه حرارتها فوق ال 100 درجه مئوي، يعني تقتل الخليه، يعني البذره مدمره ما تنبتش ما تنبتش. ده في حاله ايه؟ لو انا جمعت العنقود في اللون ده، الثمره الصالحه للزراعه وهي خضره، الجنين لسه ما كملش، فبالتالي ما ينفعش ينبت. فلو انا خدت حتى العنقود واخضر زي بالمنظر ده وطلعته تصدير بالمنظر ده في الاطباق بالشكل ده، فالجنين اللي جوه غير مكتمل النضج، فبالتالي ما ينبتش. طب انت جايب لنا العنقود اخضر، قال لهم انت كنت بتقول بيحطوه في ميه مغليه، ما اقول لك المعاملات التانيه. لو انا جمعته اخضر فهو بالتالي بذور غير ناضجه، فلما صدرها بالمنظر ده وتسود بالمنظر ده وتجف ويتحول فلفل اسود، بس تعمله كتوابل وطحن، جنين ميت ما ينفعش ازرعه. طب انا بقى دوله عايز اصدره جاف، فبمسك العنقود ايا كان معدل النمو بتاعه، النضج بتاعه سواء اخضر او لون البرتقاني او الاحمر اللي هو خلاص الثمره لما تبقى لونه احمر تبقى نضجت، الثمره لما تبقى احمر يبقى نضجت، خدوها وحطوها في الميه المغليه لمده 10 دقائق موتوا الجنين، فبالتالي جميع البذور اللي بتكلنا في الوطن العربي لا تصلح للزراعه. يبقى جميع الناس اللي بتعمل لك حلقات وتقول لك انا نبت فلفل اسود، يبقى عمل حاجة واحدة، حد من الدول المنتجة للفلفل الأسود اداله بذور صالحة لونها أحمر ناضجة على النبات، مش اتقطفت بره النبات وبعيد عنه، لا نضجت على النبات زي ما انت شايف، وتحول لونها من الأخضر للبرتقاني، من الأخضر للأصفر للبرتقاني للأحمر، وصلت للأحمر وخدها، دي ممكن يزرعها ويتنبت معاه. طيب انا بمراقبتي لبعض واشرافي لبعض الجروبات الزراعه، لقيت في بعض الناس بتقول لك انا زرعت فلفل اسود وطلع، ممكن تكون حاله نادره، حاله نادره، ولا وما اقدرش اعممها. وللاسف اللي اتكلموا في الكلام ده جايب لي نبات منبت، الله اعلم انت كبته في مين. انا لازم اشك ان انا اتاكدت ان الدول المصدره كلها للفلفل الاسود لازم تعمل معاملة المية المغلية، ولازم بتجمع الثمار وهي خضرة عشان تستفاد بالمحصول وتستفاد بمعظمة الإنتاج، وتحطه في المية المغلية تقتل الجنين وتكفف في الشمس لمدة يومين، فبالتالي الثمار غير صالحة للإنبات. اللهم بلغت اللهم فاشهد. طيب نيجي بقى نتكلم عام، لو أنا هزرع بقى فلفل أسود، هزرع لإما بالبذرة لإما بالعقلة. لو بالعقلة هاخد العقلة بطول صباعي، من 2.5 سنتي ل5 سنتي، دي العقلة بتاعتي، من 2.5 سنتي ل5 سنتي، وازرعها، احط نصها جوه التربة نصها بره التربة. لو البذرة اخدها تمام انقعها في المية مدة يومين واقشرها واطلع منها البذرة، البذرة الداخلية القشرة دي، دي القشرة اهي تمام، انا قشرتها اهو، طلع لي ايه؟ البذره اللي جوه اهي بالمنظر ده تمام، بالمنظر ده. البذره دي اخدها انقعها في الميه لمده يومين مع تغيير الميه، ولما اجي ازرعها بقى في معامله تانية. ايه هي حلقه النهارده فيها تريكات كتيره ليه وفي نقط كتيره، ما هي فلفل اسود، فلفل اسود. فالنقطه الثانيه لما اجي ازرع في ظل، يعني يفضل يعني في مكان ما فيهوش نور، ما فيهوش نور خالص، عتمه في الانبات،
واول لما ينبت ابتدي ازود الاضاءه بسيطه، الاضاءه ازودها بحاجات بسيطه 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 لغايه عمر شهرين اشيل من عليه التظليل. شفتي بقى الطريقه ازاي؟ دي بقى مهمه، ان الانبات بيتم في الظلام، وابتدي كل اسبوع ازود الاضاءه سنه بسنه زي الطفل الصغير اللي لسه مولود، بحط له قطره وبحط له مرمى عشان يقدر يفتح عينيه وبالراحه. يوصل لشهرين اشيل الايه، اعوده على الضوء. طب يتحمل الشمس المباشره؟ لا، لازم احطه تحت شبك، لازم ازرعه تحت شبك. يعني هو للاسف انا ما لقيتش يعني اسف، ادي النبات اهو، المكان اللي فوق هنا شبك، شبك الاخضر زي اللي انا ذكرته في حلقه حمايه النباتات من الحر الصيف، اللي هي حلقه حر الصيف. فالشمس ما تبقاش مباشره عليه عشان ما تحصلوش ايه، حر. طب لو حاجه تانية برضه من المعجزات في النبات ده، ان فيكي على طرف الورقه تمام يحصل تكتل كده زي بلورات سكريه ويتحول لون للون الغامق. ده مش مرض، ده حاجه فسيولوجيه في النبات، ومش محتاج ان هو يتعالج ولا حاجه، ده حاجته الطبيعيه. طيب العقله انا زرعتها بتديني محصول بعد 3 سنين، البذره زرعتها بتديني محصول مثلا بعد 7 سنين تمام في المتوسط. طيب التربه اتكلمنا عنها تكون حامضيه من 5.5 للمتعادل بتاعنا 7، الرطوبه لازم تكون الرطوبه عاليه، لا يتحمل الكفاف، لا يتحمل الملوحه، يحتاج سماد عضوي نسبه وتناسب بصوره مع درجه الحراره، يعني درجه الحراره دافيه ازود الماده العضويه، حصل انخفاض في درجه الحراره اقلل من الماده العضويه. ليه؟ ان الماده العضويه مع درجه الحراره بتتحلل بسرعه، التفاعلات الحيويه بتتم بسرعه فيحصل تحلل بسرعه فالنبات يستفاد منه. طب الحراره انخفضت فبيقل من معدل التفاعلات الحيويه، فبالتالي بتقلل خروج العناصر الاوليه من السماد فبتقل، فتبقى نسبه وتناسب كده مع بعض ماشيين تمام. اقل من درجه حراره 15 النبات هيحصل له اضرار وممكن يموت مننا، اعلى من 40 النبات برضه هيموت مننا، يبقى الدرجه المثلى من 25 ل 30. انا ليه بكرر؟ للتكرار يعلم الشطار. زرعنا بالبذره وعرفنا ازاي نزرعها، لازم يكون في ظل في اظلام، وبعد كده نزود الاضاءه لغايه عمر شهرين. العقله نفس الموضوع، لازم اربيه تحت شبك. كل دوت عوامل النبات بيكون محتاجها، عشان كده احنا مش عارفين نزرعه في الوطن العربي. عندك في دول الخليج الجو حر، بتوصل لدرجه الحراره لل 50 وفوق ال 45 وبيحصل جفاف. في مصر اللغز اللي انا بقوله ان هي موجوده في جزيره النباتات في اسوان، يعني انا ممكن ازرعه، الفراعنه كانوا زارعينه. معنى كده ليه احنا كحكومه مصريه مش قادره تكتر زراعته؟ الله اعلى واعلم، مع ان ممكن نزرعه بالعقله زي ما هو متبع. طب في دول المغرب العربي عندنا درجه حراره مناسبه، بس عندنا الملوحه وعندنا البروده زي اللي موجوده في المغرب والجزائر وتونس. عندنا في منطقة الشام درجة حرارة مناسبة، ممكن نقول مثلا زي الأردن، لكن في كفاف وفي ملوحة فما ينفعش. فأنت تقعد كده تقيس الوطن العربي ما تلاقيش إلا زي إيه مثلا، إيه الصومال عندهم كفاف، السودان مناسبة مناسبة. طب حكومة السودان ليه ما تعملش؟ هيجي يقول لك ده هو ما ينفعش إلا يزرع في درك في خطوط العرض فوق وتحت خط الاستواء عند درجة إيه 20. قال لا، يعني معنى كده ان مدار السرطان عند درجة 23.5 ومدار الجدل عند 23.5 فوق وتحت. قال لا، يعني ممكن السودان جنوب السودان ممكن ينفع، ممكن، بس ليه احنا ما نعملش ده؟ يرجع ليه الدول بتاعتنا. ارجع اقول لكم رجاء رجاء، ده الفلفل الاسود اللي مش هينفع نزرعه في الوطن العربي، وده الفلفل شجرة الفلفل بورق عريض اللي هو الزينة، الفرق بينهم اهو تمام. ترجع تاني ونقول العنقود الاخضر غير مكتمل النضج الجنين من جوه، عشان كده لما انا بطلعه اخضر بالمنظر ده ويتحول للون الاسود بالمنظر ده وبعد كده يجف ويبقى بالمنظر ده، البذرة بتاعته غير صالحة ليه
الانبات، زي خطروات كتيره بتحصل، زي عندك الباميه اللي بتيجي تاكلها مش البذره بتاعتها ما ينفعش ازرعها، الكوسه ما ينفعش اطلع من بذره الكوسه، والخيار اللي انت بتيجي تاكلها البذره تبقى صح، ليه؟ لسه ما اكتملتش لسه. طيب لو حصل بقى النبات كمل دورة حياته على الأم، على النبات الأصلي، وتحول لونه من الأخضر للأصفر للبرتقاني للأحمر، ونضج، بياخدوه يغطسوه في مية مغلية عشان لمدة 10 دقايق، فيقتل الجنين، يقتل كل ما هو حي في النبات، وبعد كده يكففوه في الشمس لمدة إيه؟ يومين ثلاثة، ويصدروه بعد كده للدول. عرفنا السر ليه احنا مش عارفين نزرع فلفل اسود، ليه لما حد، ليه ما نسمحش ان حد يضحك علينا او يسخر مننا من حلقات او فيديوهات اجنبية او عربية يقول لك انا زرعت فلفل اسود، اثبت لي اللي انت جبت لي فلفل اسود من الهند او من دول غابات الاستوائية اللي في اسيا، اللي انت جبت بذرة صالحة، جبتها ازرعها ووريها لي، تجيب لي حلقة اليوتيوب متقطع 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 وتقول لي ده النبات كبير، انت كذاب. تحياتي لكم جميعا، وكده بقى احنا عرفنا حلقة الفلفل الاسود، الخواص بتاعتها والظروف بتاعتها والبيئة والتربة والري وكل شيء، الامراض، النبات من النباتات النادر الامراض الحشرية اللي فيه، ويوم ما بيجيله مرض بيجيله الباقي الدقيقي، وفي الحالة دي بيرشوه بالمية كغسيل عشان يقلل من عدد الحد الحرج من الامراض الحشريه. بس الامراض الفطريه ما تجيش الا في حاله واحده بس، لو قلت درجه الحراره عن 15 درجه مئوي بيحصل له امراض فطريه وبيموت النبات، ولو اكتر من 40 بيحصل له حروقه وبيموت النبات. فبالتالي هم بيحافظوا ان بيكون النبات كواليتي طبيعي. وتحياتي لكم جميعا ومع الف سلامه.